انا عندي عاده سيئه بس ما رح اعترف فيها هلا. شبيب بتعرف شو عادتي السيئه؟ ما في يشوف الاكل قدامي مدوق. لحظه اوكي رح ارجع انا وياكم لسؤالي، اذا انتم بتتخلصوا من عاداتكم السيئه او بتنتصروا على نفسكم او ما بتنتصروا على نفسكم. خلينا نقرا بعض الكومنتس يلي وصلولنا كمان زياده. لوري ريتا يلي القمر جارك يسعد لي صباحك. اذا كان عندي اي عقدة نقص بتخلصيني منها يا ريتا دايما. صباحك اكيد اول شيء لازم ننتصر على نفسنا حتى نقدر ننتصر على اخطائنا وعاداتنا السيئة. معك حق يا ريتا وهيدا اللي نحن كنا عم نحكيه. كيفورك عبد القادر بلشت اتغلب على الطبع العصبي وشوي شوي بتحكم فيه. رنود عيتاني صباح الانوار طبعا انتصرت على نفسي باشياء كتيري. كرم كرم انت الخير لكل صباح. ثانك يو يا كرم يسعد قلبك. مره بنتصر ومره بنهزم مزبوط بكل حياتنا، مش دائما فينا ننتصر على نفسنا بكل عاداتنا السيئه واللي بتصير معنا. اوقات هيك اوقات هيك بس مش غلط الانسان يعرف وين مشكلته وين عقدته وين عقده نقصه حتى يقدر يتخلص منها. بعد غنوه قيس صباح الخير جوزيف الحمد لله منتصره على نفسي والحمد لله راضيه عن كل شيء عم بقوم فيه كثير منيح. هنا الوسطى يسعد صباحك جوزيف انتصرت على نفسي لما بتجي صدمة قوية بقوم منها دغري. صباح العسل لأحلى قمر. تانكيو. من العادات اللي عم بتخلص منها اني كنت ما بحب الاكل. تفضل كارلا اللي بتضلها تقلي كلي صرت اكل بس مش كتير، يعني وزني 49 وطولي 1.58 هيك كتير منيح كتر خير الله. هيدي نعمة بيقولوا لك كلي وما بتنصحي، صدقيني هيدي نعمة يا صابرين. على كل حال ثانك يو لكل اللي تواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا. اللي بعد بحب يكتب لنا كمان كومنتس في يكتب لنا بعد شوي بنقرا اذا كان في عنا وقت. نحن مستمرين معكم اليوم ل 12 الا 10 يعني تقريبا ما يقارب ال 25 دقيقة بعد ينتهي عالم صباح. بس في عنا ترويقة. شايف عم بحط لي ترويقة فضحتنا طلعت على الهواء. شايف؟ يا الله انا بنتصر على كل عادات السيئة بس ما بعرف إذا في يسميها عادات سيئة. بعمل سبور كتير كل يوم ساعتين ثلاثة سبور ما في مشكل، ولكن بيبقى العادة اللي ما لازم دوق الأكل لأنه بحب بس ما بحب الحلو بحب المالح. أوكي حبيب القلب مصطفى عند الشيف حسين لنشوف وين بده يصير مع تونس فود لليوم وطبعا المنتوجات موجودة معنا اليوم اللي عم يستعملها خلال وصفته شيف حسين. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل. اليوم في عنا وصفتين بلشنا فيهم من بداية الحلقة، بس بالأول خليني أخبركم شو عم بيتروق جوزيف وشو عم بياكل جوزيف. أنا امبارح حضرت أنا وياكم عجينة اللي هي حطينا لها طحين أسمر مع طحين أبيض مع حليب سائل، حليب بودرة، زيت نباتي، حطينا رشة سكر صغيرة مع رشة ملح، عجننا هالعجينة كلها سوا. طبعا ما بدنا ننسى الخميره، ريحنا العجينه حوالي ساعة ونص ورجعنا حطيناها عملناها بشكل بول وفوتناها على الفرن على درجة حرارة 180 وحشيناها بالتونه بعد ما بردت، ولكن ضل في عندي انا من امبارح عجينه فحطيت العجين بالبراد واليوم استعملتها وحضرت كمان ترويقه، حشيت نوعين لجوزيف، نوع بالتونه ونوع بالدجاج. قطعت الدجاج بعد ما شويته، حطيت له كبيس وحطيت له درة وحطيت من المايونيز، خلطتهم مع بعض وسكبتهم او حطيتهم مثل ما حطيت انا وياكم امبارح التونه. هلا بالبدايه مثل ما عم نشوف نحن هاي البقلاوه من منتجات تونس فود، هاي العجينه قدامنا لكان مشاهدينا هاي العلبه بيجي فيها عجينه البقلاوه بنلاقيها بكل التعاونيات. نشتريها ومنشيل من قلبها العجينة. هاي العجينة بتجي بهالشكل، مديناها بأول فقرة أنا وياكم، حطينا لها مواد دهنية أو حطينا لها من الزبدة السمنة. واليوم نحن محضرينا بقلاوة بالشوكولا، جبنا شوكولا، شوكولا كمان عندي إياه بهالشكل، هيدا الشوكولا، مدينا العجينة، خليني أرجع فرجيكم كمان. اوكي هيدي العجينه شلناها من العلبه
مديناها، انا اخذت نص الكميه حضرتها، مديت هيدي العجينه قدامي، دهنتها مواد دهنيه سمنه او زبده، وحطيت فيها الشوكولا ورجعت لفيتها. بعد قبل ما لفها طبعا فينا هون بدنا نحط نحن بندق او بدنا نحط فستق حلبي حسب ما انتو بتحبوا. شوكولا، مواد دهنيه، فستق حلبي او بندق، لفيناها، رجعنا دهنيها شوي من المواد الدهنيه، رجعنا قطعناها حطيناها بصينيه، فوتناها على الفرن على درجه حراره 180. هون مشاهدينا انا حطيت صينيه وحطيت تحت الصينيه من ورقه الزبده، طلع عندي بهالشكل بعد ما كنت قطعتهم. حطيت كمان الشوكولا على الوجه مع رشه فستق حلبي وزينتها بالكرز مثل ما عم نشوف هالطبق الشهي اللي قدامنا على الشاشه. طيب هيدا كان بالنسبه لعجينه البقلاوه. هلا في عنا طبق ثاني، سمبوسك او شرائح السمبوسك بالشوفان وباللوز المقطع. اوكي طيب نجي عندي لهون، في عندي شوفان، بنحط الشوفان بوعاء متوسط الحجم، بنحط مع الشوفان عندي لوز، لوز مقشور مقطع كمان منضيفهم للشوفان. في عندي قرفة، بجيب قرفة كمان، هيدي القرفة اوكي، بخلطهم مع بعض الشوفان مع اللوز مع القرفة. كمان بيجي لهون لمنتوجات تونيس فود. خلين في عندي عجينة الرقاقات وفي عندي شرائح السمبوسك كمان من منتوجات تونيس فود. انا رح استعمل اثنين، رح استعمل عجينة الرقاقات ورح استعمل شرائح السمبوسك، وفي عندي كمان رقائق سبرينج رولز كمان فيني استعمل برقائق سبرينج رولز هيدا الطبق. خلينا انا وياكم نحضر هالطبق بعجينة الرقاقات وبشرائح السمبوسك. اوكي نجي لشرائح السمبوسك، منشيلهم بهالشكل هيدا اوكي، منحطهم قدامنا. بجي بحشيها هالخليط اللي حضرناه، طبعا فينا نحشيها جبنة، فينا نحشيها لحمة، فينا نحشيها صلصة البشاميل مع الهليون، عندنا العديد من الحشوات فينا نحضرها ونحشي هالعجينة. اوكي مثل ما عم نشوف قدامنا، بنلفها بهالشكل، برجع ببرمها على تاني ميلة. اوكي بكرر العملية كمان، برجع بلزقها. عندي طحين وعندي كمان مي، الطحين والمي هول حضرتهم انا لعجينة البقلاوة، سكرت فيهم عجينة البقلاوة، كمان بستعملهم لحتى سكر فيهم عجينة السمبوسك، وفيني احضر بالبيض اعمل بيض كمان سكر فيهم عجينة السمبوسك، ما عندي اي مشكلة. خدت هيدا الشكل الحلو كمان بحطها قدامي. خليني فرجيكم شغلة، هيدي العجينة اذا تعوجناها ورجعنا مديناها مثل ما عم نشوف ما بتكسر. في عندي هاي العجينة شرائح السمبوسك، وفي عندي كمان عجينة رقاط كمان نفس الشيء، قد ما تعوجها عجينة الرقاط كمان مثل ما عم نشوف قدامنا، برجع بمدها. اوكي لكن هيدي هي العجينة، عجينة تونيس فود. نرجع منكفي منحط فيها الحشوة ومنكرر العملية. اوكي طيب كمان بسكرها نفس الطريقة، لكن هول حبتين عملتهم من شرائح السمبوسك. خلينا نكفي البقاوي انا وياكم بعجينة الرقاقات. برجع بجيب قدامي عجينة الرقاقات
وبهالوقت انا شو رح اعمل؟ رح ولع تحت الزيت وحمي الزيت لحتى نبلش نقلي الاطراط. ناطرينا جاهزين عنا، عندي كوب سكر، نص كوب مي، ما زهر ما ورد، غليتهم وناطرين القطر. لشو القطر؟ انا هون حطيت فوق البقلاوه حطيت لهم قطر، وعندي الطبق الثاني السمبوسك كمان رح احطهم ارجع بالقطر، لكن القطر مستعمله اليوم للوصفتين. هلا رح ارجع اخبركم على البقلاوه بثاني فقره كيف كمان للمشاهدين انضموا لنا من جديد كيف حضرنا هالطبق. بيجي لعجينه الرقاقات كمان بحط بقلبها الحشوه، بسكرها طرفين وبلفها بهالشكل هيدا. ثانك يو مايا. اوكي كمان بكرر العمليه. طيب ما بتصدقوا قد ايه هالطبق كتير طيب وكتير شيء. طبعا قلت لكم خبرتكم فينا نحن نحشيها كمان، او اذا بدكم انتو فيكم تحطوا جبنه كمان مع الشوفان ومع اللوز، او فيكم تحطوا من اللحمه المفرومه. بس هون نحن اذا دخلنا لحمه مفرومه او دخلنا جبنه ببطل فينا نحطها بالقطر. اوكي كنت ترك لك كم حبه جوزيف لتيجي تلفهم. طيب كمان يعني قد ما فينا نحضر كمية لنهاية الحلقة. اوكي طيب طبعا بدنا نحطهم، خلينا نشوف انا وياكم اذا الزيت عم بيغلي. فينا نحطهم بالزيت ونبلش نقلي اول فوج لحتى نرجع نحط كمان الفوج الثاني. اوكي هلا بهالوقت انا شو رح اعمل؟ رح احضر قدامي صحن في بقلبه محارم لامتصاص الزيت. اوكي هيدا الصحن، بنحضر كمان الملقط وبتركهم لحتى يتحمروا، ورح كرر العمليه بعد ما يستووا هول. رح شيلهم حطهم على جنب وحط شرائح السمبوسك، لكن هول الرقاق بالقلايه بضل في عندي شرائح السمبوسك رح نرجع نحطها على القلايه، وفي عندي كمان منتجات رقاق بالجبنه وسمبوسك بالجبنه وبرك بالحلوم. بتاني فقره رح قليهم انا وياكم وجوزيف، بدنا نروح نحن وياكم مع بريك صغير وبنرجع سوا.